فيلمنا بيبدأ مع حارس مرمى عنده 37 سنة اسمه ديو، واللي بيبقى في فريق صغير اسمه داشانج، وبيبقى ديو فاشل وما عندوش مستقبل ناجح في كرة القدم. وخلال الأعوام اللي فاتت كان ديو بيلعب في مباراة وعض واحد من الفريق اللي ضده وطرد من المباراة، وفي مرة حاول انه يلعب في فريق كرة قدم أنثوي وعمل مكياج وركب باروكة شعر ومثل انه واحدة ست، ومرة اشتغل في مطعم سوشي وهو بيخلي الزبائن ياكلوا السوشي من على جسمه بدل الأطباق، ولما داق بيه الحال اضطر انه يشتغل عارض قدام الرسامين عشان يرسموه من غير ملابس، ومع ذلك فضل فاشل وما لقاش اي نجاح من اللي كان بيعمله. وفي يوم بيتصل بيه واحد اسمه مستر جين عشان يتعشى معاه، وبيفتكر ديو ان هيتم تعيينه في فريق كره قدم ناجح اخيرا، ولكن بيطلع ان الموضوع عكس ده تماما، وبيبقى مستر جين عايز يدفع فلوس لديو عشان يخسر فريقه متعمد، وبيرفض ديو العرض وبيقول انه ما بيحبش النصب وانه مش هيسمح للفريق الخصم انه يسجل هدف واحد في مرماه. ولما بيجي يوم المباراه بيصد ديو كره واحده وبيبقى شايف نفسه مشتت، لكن الفريق الخصم بيسجل في مرمى ديو 5 أهداف. حتى بعد ما المباراة بتنتهي بيشيل الفريق الخصم ديو وبيحتفلوا بيه عشان هو سهل عليهم الفوز، وبيطرد ديو من الفريق وبيبقى مكتئب ومش عايز يخرج من شقته، بس زميله وصاحبه تشانج بيزوره وبياخده عشان يتكلم مع مدرب الفريق وبيوعد ديو انه هيستعيد منصبه في الفريق، ولكن الخطة ما بتمشيش زي ما هم عايزين وبيبقى المدرب مش عايز يرجع ديو للفريق، وبيبقى جايب كلب معينه حارس مرمى عشان بيصد الكور احسن من ديو. ولما بيهدد تشانج المدرب انه هيمشي لو ديو ما رجعش للفريق بيفرح المدرب اكتر وبيقول انه يمشي وان حال فريقه هيبقى احسن بكتير من غيرهم. وفي طريقهم للبيت بيعدي قدامهم واحد من المشاه وبيمثل ان تشانج وديو خبطوه بالعربيه، وعشان الراجل مش عايز يعترف ان ده تمثيل بيخرج الاتنين من العربيه وبيضربوه وبيمسحوا ازاز العربيه بجسمه، وبتشوفهم بنت اسمها شيا وبتتهمهم بالتنمر وبتسجل كل اللي بيحصل بالموبايل بتاعها وبتنده على ناس في الشارع عشان يكونوا شاهدين، وبينتهي الحال بديو وتشانج في السجن. وبيدفع مستر جين الكفاله وبيقول ديو ان ملهوش في الكوره وان الاجتماع اللي حصل من كام يوم كان مجرد اختبار، وبياخدهم مستر جين لمكتبه وبيخلي تشانج يستنى بره، وبيعرف مستر جين ديو على ين ولي اللي تبع الصندوق الاستئماني، وبيقول التلاته لديو ان جده كان عنده اخ اختفى ومحدش عارف يوصل له، وكل الناس كانوا فاكرينه مات وطلع انه مات الشهر اللي فات، وبيبقى ديو هو الوريث الوحيد لاخو جده، ولكن عشان يعرف ان يورث الفلوس لازم يمر باختبار، وبيكون في فيديو متسجل لاخو جده قبل وفاته بيقول فيه ان ديو لازم يصرف 2 مليار يوان في شهر واحد، ولو هو نجح في ده هيعرف ان يورث باقي الفلوس واللي قيمتهم 30 مليار يوان، ولكن بيكون في شويه شروط، وهي ان الفلوس لازم تتصرف بطريقه قانونيه، وان ديو ما ينفعش يحوش منهم حاجه بعد الشهر، وانه ما ينفعش يدي للناس هدايا او يتبرع بالفلوس لجمعيه خيريه، وان لازم كل الفلوس يصرفهم ديو على نفسه، وانه ممكن يعين حتى 100 عامل على شرط انه يستفيد بالخدمات اللي هيقدموها له، وانه ما ينفعش يدمر اي ممتلكات غاليه بعد لما يشتريهم، وما ينفعش يدخل لمزاد ويشتري حاجه باعلى من سعرها في السوق، واهم حاجه انه ما ينفعش يقول لاي حد على الاختبار ده، وفي حاله لو ديو مش قد الاختبار هياخد بس 10 مليون يوان، وين وليه هيحتفظوا بالفلوس في الصندوق الاستئماني، او ان ديو يقبل بالاختبار وكده كده مش هيبقى خسران حاجه لو هو فشل، بالعكس هيبقى صرف فلوس كتير. وبيوافق ديو على التحدي وبيقوله مستر جين انه هيراقب ديو خلال الشهر الجاي عشان يتاكد ان ديو ماشي على القواعد، وبيعين جين موظفه عنده عشان تحسب نفقات ديو، وبيطلع ان الموظفه دي هي شيا وبتبقى مش عايزه تشتغل مع ديو بعد اللي حصل، بس ديو بيقرر انه يعينها تشتغل عنده كانتقام بسبب انها خليته يتسجن. وبياخد ديو صاحبه تشانج معاه للخزنه عشان يشوف الفلوس، ولما بيشوفوا كميه المليارات اللي قدامهم بيفقدوا الوعي. وفي طريقهم للبنك مع شنط مليانه فلوس بيعين ديو حراس الامن اللي في البنك عشان يشتغلوا عنده، وبيخلي رقم مرتباتهم كبير جدا وبيجيب لهم عربيات، وبيروح ديو الفاروق القديم وبيقول لهم انه هيشتريهم وهيخليهم يلعبوا في دوري فرق الدرجه الاولى، وبيقول انه هيصلح الاستاد بتاع الفريق بالكامل على نفقته، وبيكون الفريق مش مصدقين انه بقى غني وبيضحكوا عليه، فعشان يثبت لهم ديو صحه كلامه بيجيب عربيه نقل كبيره فيها فلوس وبيفضي الفلوس من على العربيه للملعب، وبينضم الفريق بالكامل لديو وبيركبوا مع عربياته، وبيبقى ديو في عربيه لوحده مع شاي وبيبقى معجب بيها، لكنها بتقوله ان عندها حبيب شغال مدرس وبينشر الطاقه الايجابيه وما بيهتمش بالفلوس. وبيوصل ديو الفريق لفندق ضخم وبيعرض ديو فلوس كتيره لمدير الفندق عشان يسمح له والفريق انهم ياجروا الفندق لشهر كامل، وبيفرح المدير وبيوافق وبيوديهم للمطعم عشان يحتفلوا. وخلال العشاء بيعلن ديو انه هيبني شركه استثماريه وهيخلي تشانج هو مدير الشركه، وبيتاثر تشانج جدا وبيعيط من الفرح، ولكنه ما بيبقاش عارف ان ديو اختاره عشان عارف ان تشانج غبي وهيخليه يخسر كل الفلوس بسرعه، وبيصرف ديو الفلوس باسرع طرق ممكنه، وبيعمل قصه شعر وبيشتري ملابس واساس وعربيات بملايين الدولارات. وبتقوله شيء ان بالمعدل ده ديو هيصرف 2 مليار يوان خلال 6 شهور، وبيكون ديو متضايق من ده عشان هو عايز يصرف الفلوس خلال شهر واحد بس ما بيقولش لشيا على حاجه كجزء من الشروط. وبيوصل ليه وحبيب شيا عشان ياخدها معاه لمحاضره عن كون الشخص حر ومش عبد للفلوس، وبعد لما بيرفض ليه مشروب الكحول اللي ديو بيقدمه
قدمه له بيقوله ان المحاضره اللي هو عاملها ما حدش اشترى لها اي تذاكر، فبيجيب ديو فلوس من خزنته وبيشتري كل التذاكر وبيخلي ليو يتخلى عن كل مبادئه، وبيقبل ليو بمشروب الكحول رغم انه ما بيحبهوش، وبيطلب من ديو انه يشتغل عنده جنايني وبيوافق ديو، وبيخيب امل شايفه حبيبها بعد لما طلع انه مش نفس الشخص اللي كانت متخيلاه وبتنفصل عنه. وفي مره بيكون ديو عنده اول اجتماع ليه مع موظفين شركته الجديده، وبيامرهم انهم يستثمروا في اي حاجه ممكن تتقفل او تفشل قريب. وفي يوم بيدخل على ديو راجل مجنون بيعرض اختراعه اللي عباره عن اله بتخلي الشخص يعوم وهو على الارض، وبيديله ديو فلوس وبيطلب من اي حد عنده فكره او اختراع انه يعرضها عليه وهو هيشتريها حتى لو كانت الافكار تافهه وملهاش اي قيمه. وبتروح شاي لديو عشان يروح يقابله يين ولي في ملعب الجولف، وبيستخدم فريق ديو ملعب الجولف عشان يتمرنوا فيه على كره القدم، وبيشوف ديو واحده هناك بيعرف ان يين ولي كانوا بعتينها تتجسس عليه عشان يخسر التحدي، وبيعزمهم ديو على الغدا، ولكن عشان الشروط بتقول انه ممكن بس يعزم موظفينه بيجيب ديو اكل رخيص وبيقدمه لين ولي. وبيقول يين حكمه فلسفيه قالها واحد مشهور اسمه لافيت، فبيقرر ديو انه يدفع مبلغ كبير جدا عشان يجيب لافيت للصين ويتغدى معاه، وبتبقى شيا هي المترجمه ما بين الاثنين. وبيطلب ديو من لافيت انه يقوله على اسوأ الاستثمارات اللي عملها عشان ديو عايز يتعلم اكتر عن الاستثمارات الفاشله، لكن لافيت بيحس بالاهانه من طلب ديو لانه بيعلم الناس النجاح مش الفشل، فبيمشي لافيت من غير حتى ما ياكل. وبتتعصب شاي من وقاحه ديو وبتمشي هي كمان، وبيتحرك ديو وراه بعربيته وبيقول لها انها الارمله السوداء بتاعت الشركه عشان اي شركه شاي كانت شغاله فيها اعلنت افلاسها، وبيقول لها ديو ان دي حاجه كويسه وان الشركات التانيه ممكن تلقبها بالارمله السوداء ولكنها بالنسبه لديو هي جلبت الحظ. وبيستمر ديو في صرف الفلوس بطرق مجنونه، وبيأجر خدامين عشان يعملوا له كل حاجه في حياته، وبيتضايق لما بيعرف ان شركه الاستثمارات اللي هو فاتحها عشان يخسر فلوسه فيها كسبت فلوس اكتر، فبيصرف ديو موظفينه وبيخليهم يخرجوا من بيته، وبيتعصب جدا وبيكسر كل حاجه حواليه. وبيعرف يين وليه اللي حصل من التلفزيون وبيضحكوا على ديو، وبيجي كابوس لديو وبيشوف فيه اخو جده وهو بيحرق الفلوس، وبيصحي تشانج من الكابوس وبيطلب منه انه يعين واحد صاحبه، وبيكون الراجل اعور ولابس ملابس رخيصه، فبيعينه ديو فورا، وبيفرح تشانج وبيقول انهم هيبقوا ناجحين وفي يوم هيحتفلوا بنجاحهم عن طريق الالعاب الناريه، وده بيوحي بفكره لديو. وبتكون شاي لوحدها في بيتها وبتحتفل بعيد ميلادها بتورته صغيره، وبيظهر ليو وبيديها ورد وبياخد التورته بتاعتها وبياكل منها من غير اذن، وبيطلب منها انها تقول لديو على كتاب ليو عايز ينشره، فبترمي شاي التورته في وشه وبتطرده من البيت وبتروح تقابل ديو، وما بيخليهاش ديو تتكلم عن الشغل اليوم ده، وبيوريها المفاجاه اللي هو عملها لشاي، وبتنطلق الاف الصواريخ تجاه السماء وبتفرقع وبتنور المدينه كلها. ولما بتقول شاي ان دي صدفه لان النهارده عيد ميلادها، بيستغل ديو الفرصه وبيقول لها انه عمل ده عشان يحتفل بعيد ميلادها رغم انه ما كانش عارف ده، وبتبقى شاي متاثره بسبب اللي حصل بس بتقوله انهم ما ينفعش يرتبطوا عشان هما الاثنين من عالمين مختلفين وانها شايفاه زي اخوها. وفي يوم بتلاقي شاي نفسها على بوسترات في كل مكان في المدينه، وبيبقى ديو عمل ده عشان يخليها تديله فرصه في الارتباط، وبيبقى كمان عامل اعلانات على التلفزيون والراديو وبيطلب ده منها، وبالتالي بيهتم الناس بشاي وبيكونوا عايزين يتصوروا معاها عشان هي مشهوره. وبتتصل شاي على ديو عشان يحل المشكله ولكنه بيعزمها على حفله غنائيه وما بيسمعش هي بتقول ايه، فبتقفل شاي المكالمه وبتركب التاكسي وبتخبي وشها عشان محدش يتعرف عليها، ولما بيوقف السواق عند الاشاره بيظهر نفس الممثل وبيمثل انه اتخبط تاني، فبتعرف شاي ان ديو ما كانش بيكذب لما الحادثه حصلت، وبتتغير نظره شاي لديو وبتروح له وبتقوله انها موافقه على دعوته للحفله عشان تتعرف عليه بشكل افضل. وبيبقى ديو عامل الحفله في الفندق وجايب المغني المفضل للشاي، وبعد لما بيرقصوا وبياخدوا صور مع المغني بيعزم ديو شاي على العشاء، وبيروحوا يلعبوا كره مع الاطفال في المنتزه وبيتمشوا مع بعض جنب النهر، وبيقابل يين ولاي ليو وبيعينوه عشان يساعدهم ان ديو يخسر التحدي، وبيحس ديو بتوتر لما بيشوف فريق كره القدم بيحتفلوا بدل ما بيتمرنوا، وكمان بيتضايق اكتر لما بيعرف من تشانج ان الشركه كسبت مليار يوان، وبيضرب ديو تشانج من غير تفسير وبيرمي نفسه في حمام السباحه عشان يهدى، وبتجيله فكره. وبعد لما بياخد الموافقه من مستر جين بيعلن عن مشروع جديد وهو تامين على الدهون اللي في جسم الناس مقابل 1 يوان، وان الشركه هتدفع لاي حد تعويض على كل جرام دهون يخسره في جسمه، وبتنجح الفكره. وبيتعصب يين ولي عشان مش في ايدهم حاجه يعملوها، وبيقول لهم جين ان التامين قانوني وان اللي ديو بيعمله ما يعتبرش تبرع، وبيوقع ناس كتير في المدينه على التامين، وبتبقى مراكز الجيم مليانه ناس كتير بيحاولوا يخسروا وزنهم، وبيستخدم الناس السلالم بدل الاسانسير، وبيستخدموا كمان اختراع العوم على الارض، وبسبب المشروع ده بيكسب ديو جايزه افضل شخص مؤثر في السنه. ولما بيستلم ديو الجايزه بيقول انه ما بيعملش ده عشان يساعد الناس وان ده لاغراض الشغل بس، محدش بيصدق كلامه وبيفتكروه بيهزر. ولما بيجي يوم المباراه بيوعد الفريق الخصم انهم هيسجلوا اكتر من 10 اهداف في مرمى فريق ديو، وبتكون المدرجات مليانه مشجعين الفريق الخصم، وفريق ديو ليه مشجعين عددهم قليل جدا، وبينزل الفريق من على الهليكوبتر وبيعملوا عرض،
ولما بتبتدي المباراه بيمثل تشانج انه اتصاب عشان اهم لاعب من الفريق الخصم ياخد طرد، وبتنفع الخطه وبيبقى فريق ديو متفوق على الخصم من ناحيه العدد، ولكن ده ما بيكونش كفايه، وخلال الشوط الاول بيسجل الفريق الخصم 8 اهداف مقابل 0. وبيقول ديو لفريقه انهم لازم يمنعوا الخصم من تحقيق الاهداف عشان يحافظوا على كرامتهم. وخلال الشوط الثاني بيعمل الفريق خطه غريبه، وهي انهم يمسكوا ايد بعض ويعملوا دايره فيها واحد منهم مع الكوره، وما بيكونش ده كفايه وبيدخل فيهم الهدف التاسع، فبيعمل الفريق خطه ثانيه وهي انهم يسدوا المرمى باجسامهم وما يتحركوش من منطقه الجزاء. وفي المدرجات بيظهر ليو بتقول له شاي على مشكله في حساباته، وبيطلع ان ليو عايز يسوق سمعه ديو ويخليه يظهر انه بيكذب على شاي وبيخليها تسجل نفقات اعلى من اللي هو بيصرفها. وبيقول لها ليو على التحدي بتاع ديو، وبيقول ان ديو كان بس بيستغلها طول الوقت اللي فات، ولما بيحاول ليو انه يرجع لها بتضربه شاي بشنطتها في وشه، وبتمشي من الاستاد عشان تقول لمستر جين على اللي حصل، وبيجري ليو وراها وبيوصلوا لمكان مريب. وفي المباراه بيفضل فريق ديو يدافع عن المرمى وبيبقى وشهم وارم بسبب التسديدات، وبيحس الجمهور بالشفقه على فريق ديو وبيشجعهم حتى مشجعين الفريق الخصم كمان. وبيجي المدرب ينزل الملعب مكان واحد من المصابين، لكنه بيتزحلق على ازازه على الارض وبيتصاب وبيخرج قبل ما يعمل اي حاجه. وفي النهايه بتنتهي المباراه بنتيجه 9-0، وبيحتفل فريق ديو بده لانهم كسروا التوقعات ان الخصم هيسجل فوق ال 10 اهداف. وبتيجي مكالمه من شايل ديو، ولما بيرد ديو بيسمع صوت غريب وبيتقال له ان تم اختطاف حبيبته وبيتبعت له صوره للاثبات، وبيفتكر ديو ان دي خطه ثانيه بيعملها ين ولي، فبيعين مجرمين عشان يخلوهم يعترفوا، ولكنهم بيعترفوا انهم عينوا ليو عشان يزور الحسابات مش اكتر. وبتيجي مكالمه لديو من الخاطف وبيبعت له تسجيل لليو وهو بيتزق من على مبنى عالي، وبيهدد الخاطف ديو برامي شاي لو ديو ما دفعش 10 مليون يوان لحد الساعه 6. وبيبقى ديو في موقف حرج وصعب، لانه لو دفع فلوس عشان ينقذ حياه شاي هيخالف القوانين وهيخسر الورث، ولكنه ما بيبقاش عارف ان ده مش حقيقي، وان ده تالت واخر اختبار اخو جده سابه ليه، وانه لازم يثبت انه بيهتم بحياه البشر اكتر من الفلوس، وانه لو اثبت ده هيكسب التحدي. وبيطلع ان ليو وشاي بخير، وان الخاطف هو مستر جين اللي مؤمن ان ديو هيظهر، ولكن بتعدي الساعات وبيضيع ديو الوقت وهو بيغني وبيشرب كحول وما بيظهرش في الوقت المحدد. وبتيجي الساعه 6 وبيستعد جين وشاي عشان يمشوا، وهم حاسين بالاحباط تجاه ديو، ولكنهم لما بينزلوا من على السلم بيلاقوا ديو جه ومعاه شنط فيها الفلوس، وهو بيعيط ومستعد انه يتخلى عن الورث مقابل حياه شاي، وبيهني جين ديو على تخطيه للاختبار، وبيشغل اخر رساله لاخو جد ديو، وبيستغرب ديو ازاي اخو جده ما اتجوزش وما خلفش رغم انه كان غني جدا. وبعد شهور بتبقى شاي حامل من ديو وبيسافروا حول العالم وبيستمتعوا بوقتهم مع بعض، وبيكونوا عايزين يتبرعوا بكل فلوسهم، ولما بيعملوا الاجراءات لده بيستوعبوا انهم لازم يدخروا جزء من الفلوس عشان طفلهم. وفي النهايه بيعمل الاثنين قائمه كبيره بالطلبات اللي محتاجينها، وبيكتشف انهم بعد لما يجيبوا اللي هم عايزينه مش هيتبقى لهم اي حاجه يتبرعوا بيها. الفيديو ده كتبه كريم اشرف وسجله محمد طاهر، ده اللي هو انا يعني، ومنتجه محمود طاهر. وما تنسوش تعملوا فولو لصفحه فيلم في الخمسين عشان تتابعوا الملخصات الدراميه، وفولو لصفحه محمد طاهر عشان تتابعوا الملخصات الكوميديه، وفولو لصفحه هكونا مطاطا عشان تتابعوا ملخصات الانمي والكرتون. سلام.